نشوف كده يا جماعه. ان شاء الله انا هنزل لكم الفيديو ده برضه على اليوتيوب، بحيث ان انتم اللي حبيتوا تراجعوا منه برضه. طيب لو حصل تاني نبدا بقى كده في حل الاختبار. انتوا حليتوه الحمد لله. محمد اهو. طيب كده تقريبا كله موجود ان شاء الله. طيب بصوا يا جماعه، هبدا الاول برسم الداله دي في الاختبار. اكس بار 2 ماينس 6 اكس بلس 5. اخذ سكريبت. نعم همسحه اهو، مش مشكلة بقى، حتى لو فاضل له حاجة يعرفها معانا. اللي ناسي حاجة يرجع. أنا أقول مثلا أو الدالة إيه؟ إكس باور 2 إف أوف إكس إيكوال إكس باور 2 ماينس 6 إكس بلس 5. إحنا زي ما اتفقنا يا جماعة، بحاول إن أنا إيه؟ أطلع الحاجات اللي هي إيه زي ما اتفقنا، اللي هي اتجاه الفتحة، رأس المنحنى، محور التناظر. وطبعا هيطلب كل ده يا جماعه، لو ما طلبوش في مساله واحده هيطلبوا في كذا مساله، بس المهم دول هيطلبوا كلهم. بعد كده محور التناظر، بعد كده القيمه العظمى او الصغرى، بعد كده رقم 5 التزايد والتناقص، رقم 6 مقطع واي، رقم 7 مقطع اكس او حل المعادله. يعني مقطع اكس يقول لك حل المعادله. تمام. طيب نبتدي الاول نرسمها. طب انا عشان ارسمها يا جماعه، اولا طالما هي موجبه هنا، طالما الاكس سكوير موجبه يبقى الفتحه لاعلى وهتبقى عامله كده، وطالما عامله كده يبقى دي قيمه صغرى، قيمه صغرى. تمام. طيب يبقى قيمه صغرى. طيب اللي هتنفعنا في ايه طبعا الموضوع ده؟ راس المنحنى طبعا لسه هنجيبها، عايز اشوف محور التناظر لسه هنجيبه، القيمة هنا هتبقى الصورة. طبعا ممكن اخد بالي على طول ان ده مقطع واي على طول، الرقم الاخير هو مقطع واي على طول، يعني واي تساوي 5. خلصنا كده. مقطع اكس ممكن انت تاخدها زي ما اتفقنا تساوي بزيرو اهو، وتعمل لها انت تحليل اهو تساوي زيرو. خلاص الاكس باور 2 تعملها اكس تايمز اكس، ال5 يا جماعه هتبقى 5 تايمز 1. نحط الكبير هنا والصغير هنا، شرط النص مع ده، وبعدين نيجاتيف تايمز بوزيتيف يعني ضرب في البوزيتيف تدينا ايه؟ نيجاتيف. قول له بقى يبقى الاكس ايكوال 5 بتعكس ده دي الاكس 1، والاكس 2 اللي هي الاكس الثانيه ايكوال كام؟ 1. بنعكس الاشارات، يبقى دول مقطع اكس ساري ما طلع. فاضل لي بقى راس المنحنى. راس المنحنى محتاج عشان اجيبها هي اللي فيها قصه شويه. راس المنحنى زي ما اتفقنا بتتكون من اكس وواي. طب الاكس عباره عن ايه؟ نيجاتيف بي اوفر 2 ايه. فين البي؟ البي خد بالك بنيجاتيف 6، البي بنيجاتيف 6، اكتبها هي قبل ما هننسى. الاي ب 1، البي يا جماعه بنيجاتيف 6، وبعد تنسى الاشاره والنبي، السي ب 5. طيب يبقى راس المنحنى لو جبنا الاكس هنقدر نجيب الواي، نيجاتيف بي اوفر 2 اي، يعني نيجاتيف نيجاتيف 6 اوفر 2 اي اللي هي 2 تايمز 1 هتطلع 3. طب عايز اجيب الواي، الواي معوض في الداله نفسها، واي تساوي خلاص كده اكس باور 2 يعني 3 باور 2 ماينس 6 تايم 3 بلس 5. هتحسب الليله دي كلها هتطلع كام يا جماعه؟ هتطلع 9 ماينس 16 نيجاتيف، هتطلع نيجاتيف 4. يبقى بناء عليه راس المنحنى طلعت 3 اند نيجاتيف 4. دي راس المنحنى. طيب قلنا الاولاني اللي هو الاكس ده بيبقى محور التناظر، الثاني اللي هو الواي بيبقى القيمه الصغرى، في نفس الوقت التزايد والتناقص هي تناقصيه وبعدين تزايديه. تناقصيه وبعدين تزايديه. طب التناقص هيبقى كام يا جماعه؟ دايما اكس اصغر هنا ودايما اكس اكبر هنا، وبنكتب محور التناظر اللي هو 3 هنا وهنا. تمام كده احنا كملنا كل حاجه. طيب عايز اقول لو جايب جدول، لو جايب جدول وعاوزنا اكمله، ممكن يكون جايب لي الجدول عايزنا اكمله عادي. هو الجدول بس فايدته في ايه زي ما قلت لكم؟ يعني لو هو جايب جدول انت ممكن ترسم على اساس الجدول. طالما انت بس لازم تطلع راس المنحنى ده، لو طلعت راس المنحنى هي 3 وسالب 4، حطها في النص كده. اختار رقمين قبلها ورقمين بعدها، قبل الثلاثة في 2 و1. طب بعد الثلاثة 4 و5. يعني أنت عرفت رأس المنحنى 3 وسالب 4 خلاص، اختار رقمين قبلها ورقمين بعدها. طب هتجيب الإجابات بتاع الأرقام دي إزاي؟ ترجع بقى للتعويضة دي، يعني مثلا عايز تجيب الواحد. تقول واي تساوي 1 تربيع ناقص 6 في 1 زائد 5، الدالة الأصلية تطلعها.
واي تساوي 2 تربيع ناقص 6 في 1، وطبعا الاله مساعدك بقى بترجع بالشرطه اللي بتنط وتقعد عن الاكس مره بواحد مره باثنين مره باربعه مره، فهنا هتطلع لي كام؟ 1 ناقص 6 سالب 5 و5 هتطلع 0، هنا هتطلع 4 ناقص 6 سالب 2 نيجاتيف 2 بلس 5 بيدينا 3، يبقى دي طلعت 0 ودي طلعت 3، اعرف هنا انها هتعكس هنا، ده هتطلع 3 وده هتطلع 0. تمام، جربها حتى اهي، حط الواي ب 4، بس انت في الامتحان بقى تعوض له غيرها يعني. اهو دي هتبقى اكس 16 ماينس دي هتطلع 16 ماينس 24 هتطلع نيجاتيف 8 بلس 5 هتطلع نيجاتيف 3، هتطلع 3 بقى، ممكن انا اكون غلطان في حاجه. تمام، وهتطلع 0. طيب المهم ان انا 4 ماينس 6 اه مظبوط ماشي كده. طيب بص يا جماعه، لا في غلطه هنا في حاجه، انا بقول برضه دي 4 ماينس هتطلع نيجاتيف 3، هنا برضه هتطلع لي نيجاتيف 3. لو عوضت عن الواي ب 5، انا بقول لك انا عشان لو ايه، لو خلاك جاب لك جدول وعايزك تكمله يبقى انت برضه الجدول مفيش مشكله بالنسبه لك. هو الجدول بيني وبينك بيتعمل عشان يساعد في الرسمه انها تطلع مظبوطه قوي. تمام؟ طيب 25 ماينس 30 بلس 5 هتطلع ايه؟ 25 ماينس 30 نيجاتيف، هتطلع 0. تمام؟ ابتدي ارسم بقى. طالما بقى انت عملت الجدول ارسم على الجدول. بس هو بصراحه احنا كل اللي بنحتاجه ايه زي ما اتفقنا يا جماعه؟ بنحتاج 3 حاجات. لان هو ممكن يسالني في الاختيارات يقول لي لرسم منحنى الداله فاننا نحتاج الى راس المنحنى مقطع واي مقطع اكس.